إن شاء الله الفيديو ما يكون طويل، طبعاً أخذت لي قفوة وصحصحت شوي، وجهي مبرح للآن تعبان، صاحبي نفسه صاحب المشكلة اللي تكلمنا عنها في الفيديو الأول نصب واحتيال، هذا بيكون الجزء الثاني أو التحديد للي صار مع الشركة وش اللي صار لأشياء، راح أتكلم معكم كل شيء اللي صار بعد ما خلصت نصب واحتيال الأول، شو اللي صار، فخلونا نبدأ الحين. اوكي نرجع معاكم الحين. طبعا اي شخص ما شاف الفيديو الاول من نصب احتيال يشوف الفيديو تحت، وتحت الفيديو تحت راح يشوف مراجعه للايربودز، وتحت مراجعه للايربودز راح يشوف الاير باور، فتشوف ذي كلهم تفهم شو الفرق بين الايربودز الجديده والقديمه. اوكي المشكله باختصار ان شرى من موقع معروف دول الخليج، اكثر اشخاص شروا منه، كذبوا على الموقع وطلب الايربودز الجديده مثل ما نشوف هنا، هذا الايميل مكتوب انها عليها 2019 وجات له القديمه، شاف الفيديو حقي واتضح قال الفرق اللي قلت انت هو موجود عندي كانها قديمه، موش الفرق حق الايربودز الجديده. كلمهم وقالوا صحيح القديمه، ما ادري كيف عرفوا، مع مرور الوقت انه قالوا بنكلمك بعد بكره وكل شيء، ما طلعوا فيه لين 3 ايام، الحين دقوا عليه الحين قالوا لا الجديده ذي، قال لهم القديمه، قال لا الجديده ذي وما تقدر تسوي شيء، قال خلاص بشتكي، يقولون لا اشتكي عادي عندهم يعني. لو انه يعني يرجعون لحق التسجيل حقهم ومكالمات الكول سنتر لازم مسجله، يعرفون ان اول مره اعترفوا، ثاني مره يقولون لك كيف عرفت، ثالث مره الحين يقول راح اشتكي. طبعا اشتكي الحين رفعها القضية على وزارة التجارة، طبعا ان شاء الله وزارة التجارة تجيب الحق، بنشوف الحين الفيديو هذا بتعرفون انه وصلت السالفة وزارة التجارة. طبعا انا عندي سالفة مع وزارة التجارة، طبعا ما راح اتكلم معاكم كل شيء صار، لكن في اجهزة قبل 4 سنوات كنت في السعودية، واحد من الشباب عنده جوال مو بايفون، جوال انكسر من ورا، خلينا نسمي الشركة اي، ما راح اقول اتش عشان يقولون هواوي، ولا راح اقول اس عشان يقولون سامسونج، ولا راح اقول اي شركة، خلينا نسمي اي، اذا قلت اي بيقولون ابل، شو اسميها؟ اكس، في شركة اكس؟ ما ادري والله، تقريبا شركة صينية اكس. المهم انه خلاص اي اسم عندكم اوكي؟ عشان لا تقولون ما حد نوع. الجوال حقه حطه في الشاحن انفجر، انفجر مدخل الشاحن عنده. راح ودى الضمان، الجوال ما اخذ له تقريبا سنة معاه، وضمان في السعودية 2 سنين. رحت مع الضمان، الجوال حقه من ورا طايح ومشلوخ القزاز اللي من ورا، طبعا مو بالشاشة، القزاز اللي من ورا. قال له مشلوخة مش القزاز اللي من ورا، ما يخش الضمان. قال لهم كيف؟ قال لي مشلوخة يروح الضمان عليك. انا انصدمت من ذي الكلمة، يعني في اي ضمان في العالم ذا؟ شو الشركة اللي اخترعت ذا القانون؟ انا ما فهمت يعني كيف يعني تنشلخ الشاشة من ورا يروح الضمان؟ انا الان ما بقدر ادخل في راسي انه اذا فتحت الجوال يروح الضمان. تبي تجي لي الحين اذا طاح جوالي ومشلخ القزاز اللي ورا يروح الضمان؟ كيف؟ انا انصدمت يعني، قلت متاكد انك من الكلام حقك يعني ما برضى يخش المال. قال لي القانون عندنا ان انشلخت القزاز من ورا نروح الضمان. قلت له الجهاز هذا جديد يعني انشلخت اوكي، ترى قزازه تنشلخ، هي مصنوعه جمال تنشلخ يعني اوكي، النافذه عندي شيء طبيعي اني انا دي تركب شيء يعني احط القزازه دي اعرف ان السلبيه اللي فيها تنكسر، التلفزيون اللي عندي لو اضربه بقوه ينكسر، كل شيء ينكسر يعني ليش تروح للضمان اذا انشلخت القزازه؟ قالوا هذا القانون حقك. طلعت انا ما مصدق، طلعت دقيت على وزاره التجاره قلت لهم للأسف. يقولون لي كذا وكذا وتنشل القزازة تنكسر. قال إيه للأسف صح. قلت له بعد حتى أنتوا تقولون صح يعني هذا قانون عندكم تم مثبتينه قانون صحيح ذا؟ قال لي إذا انشلخت القزازة الورث يروح الضمان. أنا صدمت، قلت إذا وزارة التجارة ما أخذت حقي من الشركة اللي وين تروح؟ فهذا إكزامبلز بس صار معي. في واحد ثاني أنا ما برضي خش مخي الثاني برضو، أبعلمكم شو صار. رحت مرة ومرات أتسوق في السعودية، دخلت مول شريت لي جينز، كان عليه تخفيض، بعطيكم مثال، كان سعره مثلا ب 60 شريته ب 30 مثلا، طلعت جربته طبعا انا وبعدها طلع ضيق بشتري اكبر، قلت بروح الاسبوع الجاي، رحت لهم بعدها اسبوع، رجعت لهم قلت له الجينز هذا ضيق وعندي الفاتوره وكل شيء بس باخذ اكبر، قال لي اوكي وين الجينز؟ رحت معاه هذا الجينز باخذ الكبير، قال لي اوكي الحين لازم تدفع 30، قلت ليش؟ قال انك انت يوم جيت تشتري من قبل كان عليه عرض وب 30 وهو الاصل سعره ب 60 فالفرق اللي الحين ارباح عندك انت ب 30 لكن الحين بترجع بتاخذ واحد ثاني لازم تدفع 30 الزايده. قلت لا انا ما بجاي اشتري منك الحين، انا ماخذه بالعرض وجاي بعطيك اياه باخذ الثاني، انا ما بجاي اشتري منك انا على العرض خليني، انا بس بستبدل نفس السلعه بعطيك اياها باخذ سلعه ثانيه. قال لي لا انت القانون حقك انك انت شريته من العرض، الحين بترجع بتاخذ غيره ما يكون ب 30 لازم يكون ب 60. قلت انا ما راح اغير البراند، انا نفس النوع نفس كل شيء حجم ثاني بس. قال لي ما يصير كذا. قلت له من صدق؟ قال لي هذا القانون حقنا. طلعت دقيت على وزاره التجاره قال لي صح. وزاره التجاره انت مع المواطن ولا مع الشركه؟ في العقل ما يخش. كيف تقولي صح انت وزاره التجاره؟ انت كون تدقين في البوليسيز وتدقين في الاشياء ذي ما يخش في الراس يعني، ذي حركه كثر ما هي ضد العميل انا اضحك عليها. فنمشيها الحين. المهم ان الرجال الحين دق على الشركه، نرجع معاكم سالفه الايربودز، بس بعلمكم الحين كيف الحركات هنا في السعوديه عندنا. ان شاء الله وزاره التجاره في تقدم سمعت واشياء كلها، والحين تقدر تشتكي بالجوال وتشتكي بهالاشياء. صاحبي اشتكى الحين عليهم. يقول الى الان ما ردت وزاره التجاره، يقول ممكن بكره يردون،
يمكن بعد بكرة يردون، فننتظر وراح يشوفون. يعني أنا أتوقع عندهم ثغرة وهم ماشيين عليها، ولا في النظام هذا اللي مخليهم كذا، ولا كيف الشركة تقول لك أوكي راح أشتري؟ طيب وأنا أقدر أثبت لك إنها قديمة، هذه مو بجديدة، أنت كذبت علي. أول حاجة كذبت علي، ثاني حاجة تقول لي راح اشتكي، يعني مقوي نفسك الحين، هذا خدمة العميل. بداية قلت لي لا لا تشتكي، بعدين قلت لي اوك القديمة صح، بنعطيك الجديدة بس انتظر، بعدين قلت لي كيف عرفت؟ والحين قلت لي لا راح اشتكي للجديدة. كل الكلام هذا وزارة التجارة كانت تقول لهم تجبرهم ان ترجعون المكالمات، التسجيل حق المكالمة كلها اللي صارت بين الاربع ايام، وزارة التجارة لو تسمعها تعرف ان التناقض حقهم، تقول لهم وقفوا الحين، الفلوس حقتها ترجع، انا قال لهم برضه اوكي بفلوسي الحين خلاص، القانون موجود واني اقدر ارجع السلعة في اي وقت واخذ فلوسي. قال لا ما راح نعطيك فلوسك. قال لهم كيف ما راح نعطيك فلوسك؟ القانون في السعودية كله الحين تقدر ترجع السلعة وتاخذ فلوسك. قالوا لا ترجعها ونعطيك فلوسك في الاكونت نفسه في الموقع، تقدر تشتري من الموقع. قال ما بشتري من الموقع، انا عمر جدي ما شريت من الانترنت، واول مرة اشتري من الانترنت ما طحت الا عندكم انتم، ما بشتري من الانترنت ابد. يقول مسكين يعني هذا مثل ما تقولون اول مرة ايش صارت له، اتوقع ما راح يشتري بحياته كلها من الانترنت. فالحين نشوف وزارة التجارة ايش بتسوي، وبنسوي معكم ابديت في كل شيء يصير قدام. طبعا محادثة اللي بيني وبين الشركة عندي، الصور البريد اللي جات لنا شر الايربودز واسم الايربودز والسلك، عندي كل شيء، الحقائق كلها بينها وبين الشركة. اتمنى وزارة التجارة تشوف لنا حل. طبعا مع هالنوعية لازم تشهير، الشركات دي المنحطة، الشركات اللي ما تعرف حق العميل لازم تشهير. حرام ما اتوقع انها تهتم فيها الشركة دي، اذا كانت بايقة الفلوس دي من الناس يعني ماكله حرام راح تدفع عادي، حرام 1000 اخذ 10000 عادي غرامة، يعني ما راح تهتم. لكن لازم يشوفون حل، يعني فوق الغرامة لازم في ايقاف خدمات، المهم انه يسوون لها شيء. المشكلة قبل اسبوع اشتري شركة ثانية في السعودية. فلكم في العون، ما تم معاكم هذا الجزء الثاني اعتبره، او ان التحديث الثاني بنشوف معاكم قدام ايش بنسوي. كنت 3 ايام 4 ايام نشوف هل وزارة التجارة بتسوي شيء معاهم، طبعا نفتح قضية اوكي بيرسلنا الرقم، ينتظر اسبوع او اسبوعين، فننتظر ونشوف. بس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. السلام عليكم.